وهذا سائل يقول حكم التبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهل كان الصحابة يعملون ذلك؟ أما التبرك ببدنه صلى الله عليه وسلم أو من فصل منه من عرق أو شعر أو ريق، هذا حاصل، هذا جائز ومشروع. كان الصحابة يتبركون بالنبي صلى الله عليه وسلم وبريقه وبعرقه وبثيابه، تبركون بذلك، لكن غير الرسول لا يتبرك به ولا بآثاره. لم يتبركوا بآثار أبي بكر أو عمر أو عثمان رضي الله عنهم، هذا من خواص الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.